السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ عساكم بصحة وسلامة، أخوكم علي زارس معاكم. كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواد إن شاء الله وعلى جميع المسلمين بإذن الله. أخباركم؟ بصراحة ما كان عندي شيء هاليومين، وأنا قاعد أحوس عندي في الجهاز لقيت مجموعة فيديوهات كثيرة قديمة مسجلها، فحبيت قلت ليش ما أنزل بعض هذه الفيديوهات اللي أنا مسجلها من زمان في بداية اللعبة، عشان الناس اللي الحين توهم بادين او توهم يلعبون او في اشياء توهم يعرفونها في الجيم يشوفون حنا اول كيف كنا نلعب وكيف هذه الاشياء كانت. طبعا منها يعني بعض الاشياء زي تأسيسي للبيت ايام ما كان البيت يعني فيه ليميتد ايتم، يعني تحط الفرنيتشر كان ليميت، الحين صار الليميت دبل، ها ترى اول كان اقل. ف كان في شوية تحديات مثل الهانت، بعض الفايتات، فما أطول عليكم. راح أحط قبل كل مقطع بكتب ديسكريبشن للشيء اللي كنت أسويه، بحط المقطع كامل، يعني تقريبا بحاول أحطه كامل عشان ما تمل، ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. وقبل لا تشوف المقطع لا تنسى تعطيني لايك الحين وتعمل شير طال عمرك، واللي مو مشترك يحب يشترك معنا حياه الله. تحياتي لكم، أخوكم علي. سلام. Thank you.